خلينا نبارك بقى للاتحاد السكندري من خلال هذا التقرير فوزه بدوري كرة السلة المصري، الدوري المرتبط، وانجازات عظيمة تتحقق الحقيقة في وجود صديقنا العزيز ورئيس النادي الناجح جدا أستاذ محمد مصلح. صعب، ولكن انا وجهه نظري هاني ان نجم المباراه النهارده هو الكابتن احمد مرعي. بصراحه يعني عمل مباراه ولا اروع، لعيبه ادت عليها وزياده، ولكن بصراحه الكابتن احمد مرعي انا ببارك له وبارك الجهاز الفني كله، حابب ابارك لمجلس اداره النادي بصراحه. يعني ادين اداء لغايه دلوقتي انا عاجبني ومجهود واضح. الحاجه الثانيه جماهير نادي الاتحاد اللي هي كانت تعطشه ان احنا ناخد بطوله محليه، ولكن في الاخر انت بتتكلم ان انت بتعمل حاجه كويسه للنادي، بطولة عربية مجد اتحسب للنادي، النهاردة انت بتاخد بطولة محلية، دي دافع قوي ان شاء الله ان احنا نعمل حاجة كويسة ان شاء الله في دوري السوبر وتكون بداية طيبة ان شاء الله. بص يعني خلينا نتكلم كلام، يعني الحمد لله يعني السنة اللي فاتت احنا خدنا بطولة عربية وخسرنا المحلية كلها، ولكن السنة دي لما احنا ناخد الدوري بطل العرب للسنة الثانية على التوالي وبتبقى عندك بطولة النهاردة تاخدها، فانا وجهة نظري ان في خير جاي للنادي، فالحمد لله دي بطولة قوية، بطولة تحسب للنادي، تحصل مجلس اداره النادي وتحصل للعيبه، يعني بطوله ورا بطوله، ولكن انا يعني ان شاء الله ان شاء الله نادي الاتحاد يتوج بطولات افضل من كده ان شاء الله. بطوله جميله الحمد لله، بنهني فريق نادي الاتحاد الاسكندري الفائز بالبطوله، بنقول للجزيره هارد لك، عملت مباراتين جامدين جدا، الحمد لله ان البطوله لحد اخر ثانيه محدش عارف مين هياخدها. ماتش صعب بس الحمد لله قدرنا نحسمه، يعني ان شاء الله تبقى بدايه كويسه لبقيه البطولات ان شاء الله. مكافئات المجلس الاداره ايه بصفتك مشرف عام على الفريق؟ احنا دايما بنشتغل بنطلع مكافئات حسب اللائحه، انما في مكافئات بنطلعها اضافيه لسه ما حددناش لحد النهارده، بس مش عايزين يعني نغالي في المكافئات لغايه لسه عندنا بطولتين ان شاء الله، يعني هنربطهم مع بعض ان شاء الله، بس لسه ما تحددتش. الحمد لله، يعني عايز احيي اللعيبه والاداره والجماهير، لكن طبعا انت عارف احنا كنا راجعين من البطوله العربيه، ودايما عاده بعد البطولات الكبيره دايما بعد ما فزنا بيها بيحصل هبوط شويه، فاحنا اللي مريحنا ان احنا لعبنا، مش مريحنا اللي عمل لنا يعني سعاده كجهاز، ان احنا لعبنا 6 مباريات قدام 3 فرق كبيره ما خسرناش مباراه، واحنا مستوانا لسه ما جابش التوبيك بتاعه، فدي حاجه برده مطمئنه لينا الحمد لله وللجماهير ان احنا ان شاء الله احسن كمان البطولات اللي جايه ان شاء الله. يعني اكيد فرقه قويه، لازم الماتش كان ديربي لحد قوي يعني رايح جاي لحد الاخر، والحمد لله قدرنا ان احنا نخطفه في الاخر في اخر المباراه. الحمد لله رب العالمين، ما كانش ينفع ان احنا نروح الجمهور العظيم ده متضايق او ان احنا ناجل المباراه فاصله. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق الهدف اللي احنا جايين عشانه النهارده، بطوله جديده في سجل نادي الاتحاد السكندري. نادي الجزيره نادي كبير، لعيبه محترمه، الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه، عارفين ان الجيم هيبقى كده، الجهاز الفني كان محضر كويس وعارف ان السيناريو ده كله هيحصل، عشان كده الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. يعني فرحه كبيره، وكان يعني نفسنا ان احنا نفوز، والحمد لله احنا تعبنا السنه دي، والحمد لله ربنا كمل لنا تعبنا بالاول بطوله تعتبر محليه في الدوري السنه دي الحمد لله. احنا كان نفسنا ان احنا نصالح جمهورنا وجمهور اسكندريه كله، الحمد لله ان احنا قدرنا نسعدهم، وربنا يكرم ان شاء الله السنه دي ونكمل ونقدر نفوز بكل البطولات، ربنا يكرمنا ان شاء الله. ماتش فاينل يليق بكره السله المصريه، قدرنا الحمد لله ان احنا نحافظ على تركيزنا وقدرنا ان احنا عايزين المباراه الحمد لله.